طبيعة الحيوانات اللي كانت متواجدة في الولاية، طبيعة النباتات اللي كانت متواجدة في الولاية، خاصة أنه إحنا هنا يعني محميين طبيعيين مستثمرين في الكيدو، يعني حتى في المصادر التاريخية القديمة المذكورة، حتى عند القديس أغسطينوس يذكر السلام عليكم يا كيف، شحال تكونوا بخير وعلى خير. جولة جديدة في عنبة. اليوم بدينا نصور ونبدي رون بوان داتا سيتام ديريكسيون سونتر فيل. نورمالمون ندخلو رون بوان تاع الخطاب، داك نعديو شغل يروحو مع العمل كالعادة. كل مرة وين بينا نبداو ان شاء الله. وين نشوف يعني طريقة الصيد الأولى إذا سمحت، واجهة البحر القديمة وكان في عنابة في التاريخ القديم، ليس واجهة البحر الحالي. واجهة البحر يعني لما نتكلم على حي واجهة البحر يعني أكيد في الموقع الأثري، ما نحكيوش على واجهة البحر اليوم، لأنه حتى واجهة البحر اليوم أخبار في فيها حديث كبير وكبير جدا، لأنه يعني واجهة البحر اللي تشوفها اليوم مش هي نفسها اللي كانت في القرون الأولى، يعني أكيد كانت فيه هناك تغيرات جيولوجية، تغيرات اللي عرفتها يعني المنطقة، خاصة أنه معروف تاريخيا وحتى يعني أثريا أنه البحر راه أرجع بنسبة معينة للوراء. نعود يعني للوحة اللي في سرية أنا أخطاها، نشوفوا مشهد صيد، يعني نشوفوا دو ليون زوج أسدين، وعندنا أيضا دو ليوبار، وين نشوفوا طريقة دا لا هو مقاتل روماني محارب روماني بالرمح تاعو فوق حصان. عندنا ايضا اخر يجي بالرمح عندك بوكلي يعني درع في يده، وعندنا واحد اخر يجي يعني بالاسهم في يده. عندنا طريقه واحده اخرى اللي هي طريقه صيد الحيوانات الاليفه، كما تشوف اخطاول راح يعني تتم عمليه التحويط عليها ب أمثلة فلا يعني الشباب نشوف أيضا تحت الحيوانات هذه المختلفة راح تكون عندها أيضا محاطة بشباك، وأيضا تكون محاطة بمجموعة من يعني الصدى أو المحاربين وين يتحموا خلف الدرع تاعهم، ونشوفهم يحملوا في يدهم شعر عالية من أجل تفويت هذه الحيوانات. نشوفوا أيضا شخص آخر يجيب حصانين وعربة، لأنه بعد ما يتم تفويت الحيوانات راح يتم نقلهم فوق العرب. سامحني قلت لي باقلك خلاص الحاجة، باقلك خلاص باقلك خلاص أو لا نجم عليك
هذيك الحاجه اي هذيك والدب والدب هذيك مش هذيك على الكروسبيه هذه تحتها هذا تكمل على الارقام وتخرج عليها شي دور هنا نكملوا طور دورة تانية مش هديو مش هديك الدورة السؤال اها دورة هادية اشكل حاجة ربي يحفظك الحاج وربي يحفظك خليه الحاج ما تخافيش منه هذاك الدوك تاع متكسر عايش كويس سلام من بقايا من المدينة اللي هم تواجدوا هنا في موقع الأثر للبونتي إذا عندنا هنا عندنا بعض القطع النقدية اللي تعود إلى مختلف الملاك المدينيين من مصر وغرقة ويعني اللي كان عندهم دور كبير فاضع الموروث الثقافي المحلي في تلك الفترة هم نتكلم على مصر نوسى الجميع يعرفوا لأنه مد الكثير من ناميبيا وحد ناميبيا هو اللي أعطى يعني خضاب مدينة قسنطينة اللي كانت عندها اسم سيردا في فترة قديمة وكانت هي عاصمة ناميبيا اللي أصبحت بعدها عاصمة إفريقيا الجديدة بعد ما كانت هناك إفريقيا واحدة اللي معروفة اللي هي إفريقيا البروكونسولية أو مافريك بروكونسولير العاصمة تحت قرطاجة اليوم عندنا إفريقيا الجديدة اللي هي
مدينة سرتا أو اليوم حسن بينا. مثل أكد أنه حقيقة أن الجزائر امتدادات إفريقية امتدادات فقط إفريقية. أكيد هذا الشيء يوضح أن الجزائر عندها يعني ضرب في عمق التاريخ. نشوف هذه الشواهد المادية نشوفوها وندرسوها وكذا، رايحين منها رايح نأرخ الحقب التاريخية اللي كانت يعني تعاقبت على هذه الأماكن سواء هنا في ولاية عنابة ولا في كامل الأربع الوطن. كما جولتنا في هذه القاعة خلال الركوب حتى هذه القاعة فيها قطعة نادرة وقطعة وحيدة في هذا في العالم أكيد أن نشوف الأطراف ديكون أو يعني تمثال الشرفي اللي قام شرفا على انتصار يوليوس قيصر يعني وكان في الفترة يعني في القرن الأول قبل الميلاد كان يعتبر آخر قنصل روماني لأن في الفترة يعني فترة الجمهورية مازال ما وصلناش للفترة الإمبراطورية لأن هنا سكان مدينة يعني إيبون إيبوينسيس يعني التسمية يعني اللاتينية إيبوينسيس أو مجتمع مدينة إيبون احتفلوا بانتصار يوليوس قيصر على أنصار بانتيوس واللي بعدها استرجع أملاك ولا أمجاد روما. هذا القطع هي تقريبا نوعها لأنه شفنا من هذا النوع من الليتروفي في العالم لكن كلها كانت بالخشب. القطعة الوحيدة في العالم الإيراني كان غير قطعة أكيد في العالم كله يعني في العالم الروماني القطعة الوحيدة هي هذه حتى تاريخها الأخرى تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد. الوزن تاعها فيه 300 كيلوغرام الطول تاعها فيه 2.8 يعني كلها برونز كلها راهي من مادة البرونز يعني شوفوا حتى انهم كيفاش جسدوها كيفاش جسدوها في جمع يعني تاع الشجرة هذا الشيء حتى اللي يسلبسون للشخص يبين ان الشخص عنده مكانة سياسية وعسكرية في الفترة. من هذه القطعة اللي نشوفوا فيه التماثيل اللي هم تواجدوا هنا ونخليهم ثاني والمستمعين نشوفوهم نخليهم ما نتحكموش كل شيء خليهم حتى هنا يتعرفوا على كل شيء بس هذا القطعة. أنا عندنا تمثال للإله هذه ليش هي إله الصوبة وكذا؟ وقت الرومان. الرومان أكيد وقت الرومان. الشيء المبهر في هذا التمثال هو دقة في التصميم. أنه لما نقول لك أنت هذا التمثال اللي نحطوه يعني في الخارج أشعة الشمس رايحة تكون وتفوت راه راح يبان لك يعني شغل راه هو الطاو حتى يعني نقدر نقول لك يعني الآن يمكن نستعملوا غير يعني الطاو تاع الهواء تشوف أنه هذا الرخام الأبيض الرخام الأبيض تشوف يعني حتى يعني حتى الدقة في التصوير راهي عندها وهذا الشيء الأخ طه نوضحوه أنه ما يديروش أشخاص عاديين قال هذا هي مدارس مختصة يعني حتى اليوم لما تروح تشوف الفنانين اللي يدرسوا يعني فن النحت وكذا هم يعرفوا المدارس القديمة سواء في الفترة الإغريقية أو الفترة الرومانية. من هذا التمثال نروحوا للتماثيل اللي راهي متواجدة في هذه القاعة. هنا أول حاجة عندنا يعني رأس شوفوه الجنرال روماني جرمانيكوس اللي هو اليوم تحمل بلد جرمانيا يحمل الاسم تاعه اللي هو كان جنرال روماني يعني في الفترة القديمة في القرن الأول ميلادي معروف أنه كانت عنده عديد من انتصارات رفقة الإمبراطور أوكتافيوس اللي يعني أخذ حقه يعني في الترقيات وكذا عنها بعدها نحت لرأس مجهول يعني ما قدرناش نحدد الشخصية هذه اليوم لكن رايحين نوصل الأبحاث إن شاء الله هم نقدروا نعرفه. عندنا ماسك يعني ماسك تاع اللي يلعب اسمه ماسك كوميك تاع اللي يلعب المسرح وهذا الشيء قدر يخلينا نعرفه إنه كانت هنا في المسارح وهناك أنواع من يعني اللسان اللي يديرهم المشاهد اللي يديروها هي تراجيديا وين رايحين يكونوا يعني مشاهد لكن بدون كلام يعني حتى غير يعني الإشارات وحدها تكفي تخلي الجمهور يتفهم مقصود هذا الفنان اللي راه يقوم بهذه اللوحة. بعدها عندنا رأس آخر للإمبراطور أدريانوس. أدريانوس هنا في مدينة عنابة خلنا لنا يعني معلم اللي هو اليوم مصنف كاتالوج وهي خزانات الإمبراطور
ادريانوس نسموها اليوم لسيتار ادريان خزانات ادريانوس اللي تبنات في القرن الثاني الميلادي. الخزانات نعطيك معلومة أخطأها أنه في الفترة الإسلامية يعني في بداية فترة الإسلامية كانت أزمة تعمية في مدينة عنابة وكذا الفرنسيين الإسلامية الفرنسية يعني عاودوا قاموا بعملية ترميم هذه الخزانات المائية نشرب لهم مدينة عنابة في بومبليزون بليزون عندنا رأس آخر لإمبراطور الروماني اللي هو أوكتافيوس اللي سماه أغسطس يعني في هذه الفترة بين 11 أغسطس الاسم تاع شهر أغسطس اللي هي فترة حكم يعني بداية حكم الإمبراطورية الرومانية. بعدها عندنا شخص آخر هو فيسباسيانوس. فيسباسيانوس أخطأ هو يعني صاحب فكرة المراحيض العمومية لأنه في الفترة هذه شاف أنه لازم نبنيه مجموعة من المراحيض في كامل المدن المتابعة للروما. بس مجلس الشيوخ كان ضد الفكرة تاعو كيف روما وعظمتها أنها تحتاج مداخيل من هذا النوع من هذا النوع من المداخيل، لكن هو أصر على أنه لازم تنشأ هذه المراحيض العمومية. بعدها يعني بعد أشهر عاود إجماع مجلس الشيوخ تاعو وخير واحد من السناتير تاعو وقال له بلي شن هاد الدراهم يعني عطروا تريس ثلاث مرات هو يشن فيهم هنا نقل له الإمبراطور فيسباسيانوس باللغة اللاتينية بيكودا نو دي ديت ترجمة هي الأموال ليست يعني الأهم هو أنه كيفاش ندخلوا الدراهم ليس المهم أنه إحنا ندخلوا الدراهم ما يهموناش كيفاش يعني يهمنا أنه إحنا نبذلوا مجهود باش ندخلوا ندخل زائد الخزينة وأكيد وزاد قطاع تاني أخرى في هذه القارة حتى شفاها يمسل عيني سواقة هذا المدخل يقربوا من هذا المدخل من قاعدة المكين هذه المرة تخرجوا إلى ساحة خاصة بالفندق خاصة عفوا بالمدخل خلالها في سحفها أيضا من أهم القطاع الأثرية اللي نبدأ بها جولتنا في هذه السحف. قطاع يعني فادي عبا ما قدروا نقولوا بعد أن عندها شوية مكانة خاصة عند المستوى العبادي راحت سنة 96 وعدت رجعت سنة 2020 يعني لكن كل القطاع مهمة الأخ طاع. هذا القطاع هي رأس الجورجون يعني الحجم تاعه هو يعني الوزن تاعها هي 300 كيلوغرام فخام. هذه هي ميدوزا اللي هي يعني فتاة كانت جميلة في الميثولوجيا القديمة الإغريقية القديمة هي فتاة جميلة لما يعني غارت منها الإلهة أثينا وكذا حولتها إلى فتاة كانت جميلة يرفع شعرها يعني سيربونتي مجموعة من وكذا يلقى دائما تلقى يعني فمها مفتوح ويخرج منها الماء ديرها في الفونتين. خرجت يعني في ميثولوجيا عرفوا انها كيفاش يحافظوا على الماء في الفتره هذه داروا يعني اسطوره تقول بلي انه لازم كي تشرب الماء الاخطاها ما تشوفش في عينيها لانه لما يجي يشوف في عينيها يصبح يتعب. هو هذا الشيء كامل هو عنده هدف واحد انه انت ما تبدرش الماء يعني اذا كان جيت تشرب تشرب وتروح اذا كان جيت تغسل تغسل وتروح يعني ما تبقاش تلعب مثل وكذا ما تعطاو لها شويه خصوصيه. عندنا ايضا هنا استيل ديال الاله ماركوريوس هذه الالهه كامل يعني نقولوا الالهه الاناث الميثولوجيا الرومانيه اعتقادات الرومانيه كانت عندهم مجموعه من هذه الالهه حتى نوضحوا المسلمين وكذا. عندنا الاله ميركو اللي هو اله السيدي دي كوميرس اله تاع الكوميرس نشوفوا اليوم عندنا من سلسله تاع الاحصاء اليوم عندنا ايضا احنا شفنا الاله جينوس لما ديال البروجي كوسميتيك تاع جينوس لازم احنا نوضحوا اليوم نشوفوها في فيرساتشي اللي هي ميدوزا دونك يعني كاين الانسان عنده يعني ماما انا قاعد صبح في الشوطي ال 12 ومن بعد قلت لهم يجي واش درك تغدوا وضربت هو على وسيط الخزامه قلت لهم ما تحركوش حتى تقولوا لي وضربوا خارجين مروحين قالوا لي انا مروحين قلت لهم ثلاثه ما ضربتيش يجيو
باسكو ما عنديش المفتاح، المفتاح تاعي مليت الكريم ثم قلت لها ما تحركوش حتى تقولوا لي باسكو ما عنديش المفتاح. خرجوا هما كي تعود عندهم خرجة ما يخرجوا الصباح بل يكملوا بها نهار البر. عيطيلو حكمتيه شو عيطيلو يرجع للأزام هذا يعني كانوا يعاودوا يجمعوا فيه الماء ويعاودوا يستغلوه في حياتهم اليومية. ما شفتوش دركم طيش في الارض صحيح نحسبوا فيها اللعبه اللي يدوروا يخدموا على دي حاجه تمشي تضرب الموطو اخويا تضرب الموطو يوعر اخويا شي ديريكت الضربه ضربه فين صافي راه كشوف لا في جو ملي يموت يعاود ولا هو عبالك بالمكب المخ انكونسيون غير واعيين غير واعيين في السوق تاعهم غير واعيين في حياته غير بره جويه خمسه تاع العشيه ونديك جواهر مود بالكوست هذيك طيش في الارض ميت لا حول ولا قوه الا بالله موت موت والله موت زرعه دم دم خارج من ميت هذا الموقع الثوري شي حابس يخزر معاه خايفين من السوء طاح وحده ولا قاس معاه ما داريش واش الحكايه باينه قاس واحد لحقت على كسيون سخونه تم راكم نبا عندها خمس دقائق حتى لي بومبي مازال ما جاتوش تم انك وصلت لي بومبي موراي تما فين الدنيا ما وصلت لي بعدي قبل والله طيش مسكين صغير جا نقول لك بالك 25 عام ماكسيموم على اخويا تموت شي عمر 25 عام بالروح يا اخويا موت موت تما لازم تحترم القانون وسي احترم احكم جهتك ما تزقزاقيش ما انت وهكا وشوف ربي تمنع أعطي حق الرومبوان، أعطي حق الفو، أعطي حق الدنيا كاملة. هو فو يحرق، رومبوان يحرق. نقول فينش أنا الدنيا معمرة هنا بالطوموبيلات وهم ما بيناتهم معدين كلش حتى نولاو درك مخرجين لنا من القانون تاع ما كانش موطو ولا شيء فوق الـ 125 بصح فوق الـ 125 يوم كلهم دا 150 درك مش مفقادهم كعبات صح؟ مبقاتش موت ورا قداس ورا العشرة هما قالوا في الجزائر قالوا طب تهديدين به لقيت واحدة أطول من الأخرى شوية طبت يا رب أخي وشي أطول من هذيك بشوية ماهيش قد تاعك وماهيش قد الأخرى لا كيما تاعك ما كانش رحت حتى كيما توني تاع طابا كوف هذاك زدت رجعت لقي لك نقاط زدت رجعت والو حكمت أربعة تاكسيات عجل عجل كليب حد يرجل في الخصائر أنا جاي يعني في طرس والله عندنا أبا يؤرخ بالقرن الثاني ميلادي بمحاذاة غير واعيين هما قبل يا أخي كانوا يخدمون هما تاع من ربعة وروح ما كانش لي موتو من ربعة وروح دركا في الصيف مع الجيم بلاك اب راه حتى كانت كلمة ربعة ما مش كاتبينها ممنوع خلاص ممنوع ممنوع توكور من هنا البولفار ممنوع هاي يقول لي واحد يسكن في سان كلوب ما يدير عنده يدي قلت القبيح في الزبالة على فهمتي وجاو يريسبكتيو الكود ويمشيو بيان وما كانش ديرونجمون ثم نوتي دو ترونسبور نورمال ان موان دو ترونسبور سبوزون واحد كبير انسان كبير بوزي هذاك هو لوتي دو ترونسبور تاعو اللي يروح يخدم به والدنيا ويروح هما ملعبوا له بقدره لوتي هذا ما بقاش ولا كجو انسان يخدم في شركه ولا يخدم عنده حانوت ولا داروا له مشكل داروا له مشكله يجي معدي يحكموا لا بوليس يقول لي بوندي يعطيك صح فوريار هذا الفوريار هاي دار وحاجه يحكم تاكسيات روح اروح فراها وش يدير يقص على الزناق باه يطلع للدار هي اغريسيف اغريسيف ثم البوليس وراك والبوندي وراك دركا حرمت عليه البولفار سي سور هي تقص على احد ودنيا باه يقص يروح وين يخدم ولا وين يسكن لازم
تما القبيح في الجدار مليح فهمتي بينما ما درك لا نورمالمون فين وجدت فينا العقلية تاع بكري هذيك تاع الناس كل تنهى عن المنكر يشوف واحد اخويا بموطو كبيرة وقاعد يدير في الباباج وكذا درك يعدي في الطاقة يضرب لك ليشوبمون في وجهك على بالك الكيسك بالهواء مش بالحس ودنك ودنك يقعرها لك يروح يموديفيو لي كود اللي عندي موطو كبيرة بصح ما فهمتش وين النفحة في الحس هذاك لدرك ما فهمتهاش لا اخويا لدرك مش فاهمها مفرين جولة فريم جولة نيجير أني وصلت أني هنا يروحوا يحكموا ينحيوا الشيكان يصرغوا البو يدير الحس والبليزير تاعو يضربوا بالطاعة والضربة هذيك يقول لك نغمة نغمة الجهل واعر واعر الجهل واعر صح الحيوانات وتهنا اجهل منهم يروح يحكم كاين فريق قدك يحطوها في فرنسا يدير لك في البو يقيس بها حسك اكثر من هنا وين دروج بك نطلع منها حطك سمع الحس في لي نور ما يفوتش ما عندكش مش عندهم شيفر 750 تقيس الصون ديسيبال اللهم بارك روح ربي سهل يلقاها اكثر عندك البروسي ولا الفوريا روح اخدم الفو تاعك ولا اخدم الموتور تاعك بارك هنا لا أكيد هذا الموقع حاضر لمشاركته في شهر الفرات وحاضر أيضا للكثير من الأنشطة في هذا الشهر لم تتعرف على البرنامج المسطح لطرف المفتر إن شاء الله البرنامج المسطح يعني بتنسيق دائما مع مدير التقاطع في ولاية عنابة من هذا المنبر أيضا من الحدين يعني نشكر زملائي في قطاع الثقافة والله يقوموا بعمل جبار في هذه التظاهرة حتى في مورد الثقافي بالإيجابية التي كان عندهم اليوم نرجو لهم تحية ونشكرهم يعني دائما على وقوفهم البرنامج يعني مرحبا يا سنيا ان شاء الله تنورنا مرات اخرى تشارك معنا مرحبا بك مرحبا بك تزورونا رانا والله صدقني نحبوكم مرحبا يا عزيزتي الله يخليك شكرا لك وتحيه بين قردين كامله وكل عام وانتم طيبين بخير وعيدكم مبارك سعيد ان شاء الله نواصل مع التليفونات معايا رمزي الو مرحبا سيدي الله يخليك شكرا رمزي 49 سنه بنزرت سيدي مرحبا بك وكل اهلنا في بنزرت تحكي لي ساسه سنين ديما كل عام وكل عام تكون بخير مرحبا يا سيدي وربي يفضلك ربي هو السيجي مدام امنا شنو السيجي يا التونسي يا يعرف يتصرف ولا ما حبش توني ولا لا مش نحكي واحد من الدنيا غادي ما شفتكمش في التونس قداش حالة من واحد يقص 8 متر هذه عجة
وكما قلت انت صباح وعشي وما لا فحم لا فوق لا خضره لا حتى شيء هذا بس تعبان مش عارف ما
في سوق معين اعترافيه وما كيفش ما حد انا البارح نفرش في نساء في تبدا في تيليت في القناه في خاصه في راكوش كتبتين حسب المليون كتبتين حسب المليون من شركة بسيط معين عطفيز فقط في طول يريد الخلص يريد كل بشبوة يعني البارع نفرش في السوشيتين تخدم 48 بعد كورونا ودي تخدم 40 عندهم مكينة غالية تقريب 600-700 مليون هي القلب الناظر جرنا في السوشيتين مش يتم يشبه بيها روحهم شوية كم الدولة تبتسك
Thank you.
المشاريع الاقتصادية الوطنية والمحلية. اقتصاد ومعرفة، دور المؤسسات الناشئة في الإقلاع الاقتصادي الوطني. اقتصاد ومعرفة مع الأزهر جواد. السلام الله عليكم، أمسية طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمباشر من برنامج اقتصاد ومعرفة، والذي سنخصصه للحديث حول قطاع مهم وجديد يدخل الساحة الوطنية، بالتحديد هو قطاع السيارة الإسلامية. اعتماد هذا القطاع كرهان اقتصادي ومصرفي ومالي جديد لتنظيم السوق المالية وللاستثمار في هذه السوق التي لا تزال مفتوحة للاستثمار. للحديث عن هذا الموضوع سعيد باستضافة كوكبة من الأساتذة من جامعة عنابة وكذلك طلبة يدرسون في هذا التخصص. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الأفاضل، بداية بالأستاذة بارا سهيلة مسؤولة تخصص ماستر تنميني مالية وسيارات إسلامية بكلية الاقتصاد في جامعة عنابة. أهلا وسهلا بك أستاذة. شكرا لك. السلام عليكم. كذلك الأستاذة والي مريم مسؤولة ليسانس مالية وتخصص ليسانس مالية وسيارة إسلامية بكلية الاقتصاد في جامعة عنابة. دوما مرحبا بك أستاذة. مرحبا أستاذة. أرحب بالطالبة شهد دلال تخصص مالية وسيارة إسلامية وهي عاملة بالقطاع البنكي. مرحبا بك دلال أو دلال. مرحبا بك. مرحبا أهلا وسهلا وشكرا على الإطلاق هذا المنبر للإنصار الإسلامي. أعيد مباراة سعيد في المستمعين. كما أرحب بالطالب عادل مؤمن طالب ماستر واحد مالية وسيرة إسلامية بكلية الاقتصاد في جامعة عنابة، وهو إمام مسجد ورئيس مكتب بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية عنابة. أهلا وسهلا بكم سيدي. بحول الله. أرحب بكم أنتم المستمعين الأفضل من متابعة هذا النقاش ضمن برنامج الاقتصاد والمعرفة. مؤسسة حصريا للمعاملات المالية الشرعية بأكثر من 600 ألف حساب بنكي. وفي هذا السياق أعلنت وزارة المالية بالجزائر مؤخرا عن إطلاق الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لسوق السكوك الإسلامية خلال العام الجاري 2023، بينما كشف بنك الجزائر الوطني عن تلقيه نحو 20 طلب جديد من 11 بنك
رقم مرشح للارتفاع للترخيص بعرض المنتجات المالية الإسلامية. طبعا معطيات مهمة لتوطين هذا التخصص وهذا التوجه لتحرير السيارات الإسلامية. ليس كذلك الأستاذة دارا سهيلة مسؤولة تخصص ماستر تنميه مالية وسيارة إسلامية بكلية الاقتصاد بجامعة عنابة، سيكون لنا حديث عن يعني دور الجامعة في هذا الإطار. نعم أكيد، إطار خطط المعيشة الاقتصادية التي عملتها الوزارة من قبل لأنها مكلفة بالاستشراف ومطالبة بحجم موارد الدولة للميزانية الدولة وتنمية الميزانية الدولية المفروض عن الموارد الدولية وبدل الموارد التنمية الدولية، لأنه هذا محقق الإنعاش الاقتصادي المدني سنة 2020 إلى 2024 بتوفير أو الاعتماد على السوق المالي للشركة بين التدعيم العام للخاص وبين التنمية. هذا الأمر له فائدة، إصدار قوانين لدعم السيارات الإسلامية منها القانون المتعارف عليه هو نظام رقم 2020 لكل الأعمال تحدد العمليات البنكية الخاصة بالسيارات الإسلامية وإجبار هنا التوجه، حيث لاحظنا أنه فتحت البنوك العمومية شبابيك خاصة بتقديم منتجات مالية الإسلامية، ثم يعني وجهت إلى توسع وفتح فروع في هذا المجال. الأمر يعني اللي يعني خلى الجزائر تحاول إنها تمول استثمارات عن طريق هذه السياق، وهذا يعني لتفادي ما هو يعني صار لها في تجارة الديون اللي نشوفها على المستوى العالمي، لأنه قاعدين يتاجروا في الديون بيع وشراء، الأمر الذي فاقم الأوضاع المالية وأدى إلى ظهور أزمات، خاصة أدى إلى غلق بعض البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية. التقرير الأخير اللي قدموه في مارس سنة 2023 يعني أدى إلى انهيار بنوك كبرى في أمريكا وفي الغرب، وبالتالي هنا يعتبر التنمية الإسلامي هو تنمية حقيقي يحاول إنه ينفع الناس يعني بتقديم سلع وخدمات حقيقية، أيضا يحاول إنه يقدم يعني أو كما نقولوا إحنا تجنب المتاجرة بالدولية. وما زال عنا يعني الحديث في هذا المجال. نعم، شكرا لك يا أستاذة دارا سهيلة مسؤولة تخصص ماستر تنمية مالية وسيارة إسلامية بكلية الاقتصاد بجامعة عنابة، سنعود لك لاحقا. الأستاذة والي مريم مسؤولة تخصص ليسانس بكلية الاقتصاد سيارة مالية وسيارة إسلامية، أعتقد أن هذا التوجه يعني أصبح أكثر من ضرورة بالنظر لما يشهده العالم من تغيرات في السوق المالية إن صح التعبير. ربما أصبح فتح النافذة الإسلامية للصيرفة في بنك عمومي أو يعني خاص في ظل نظام مصرفي تقليدي ممركز يعكس التوجه الجدي للسلطة النقدية لصالح الصيرفة الإسلامية في بلادنا. بالطبع لا يمكن إنكار اهتمام بالصيرفة الإسلامية منذ أزمة الرهن العقاري في مدينة، والاهتمام بالبنوك الإسلامية وقدرتها على تخفيف من سلبيات الأزمات الاقتصادية على النظام المالي الحقيقي، وزاد الاهتمام جراء التداعيات على الاقتصاد على النشاط الاقتصادي إثر جائحة كورونا، أين شهدنا اضطراب سلاسل الإمداد الدولي، ارتفاع في تكاليف الشحن، ارتفاع أسعار المنتجات، وهذا اللي نعانيه إلى حد الآن، وهذا جراء تمويل الغلاء الحقيقي وارتفاع التكاليف ناتج عن التعامل بالفائدة الربوية. وهنا تظهر أهمية التمويل الإسلامي من خلال توجيهه للتمويل في اتجاهين، من خلال تكلفة التمويل لأنه يعمل على تخفيض تكلفة التمويل، لأنه التمويل الإسلامي يشارك في الأرباح وهذا يساهم في تخفيض تكلفة قيمة المنتجات عكس التمويل التقليدي الذي يعمل على فرض الفائدة دون الاهتمام بالإيرادات الحقيقية للمشاريع الاستثمارية لتم تمويلها، إضافة إلى أن التمويل الإسلامي يعمل على توجيه التمويل بمعنى أنه يمول المشاريع الاستثمارية المنتجة الحقيقية عكس التمويل التقليدي اللي يعمل على تمويل المشاريع تجارية مهما كانت حقيقية أو استهلاكية، وهذا جعل التوجه نحو الصيرفة الإسلامية يعني توجه ضروري لتشجيع توجه الدولة نحو الاقتصاد الجديد،
وهذا اللي يخلي الاقتصاد او الاستقرار النظام المالي يساعد في التوجهات الجديده للدوله. نعم، وكذلك أستاذة والي مريم مسؤولة تخصص ليسانس مالية وصرف إسلامية بكلية الاقتصاد بجامعة النبا. طبعا حديثنا ينسحب على يعني الاهتمام بهذا التخصص من الجانب الأكاديمي في الجامعة الجزائرية وفي جامعة النبا معكم بحول الله. يعني أردت أن أخذ رأي الطلبة في هذا يعني الميدان الجديد الذي تفرضه الضرورة كما تفضلت الأستاذة. طالب عادل مؤمن، طالب ماستر بمالية وصرف إسلامية بكلية الاقتصاد، طبعا كيف ترون يعني أهمية هذا التخصص في البداية كإنصاح التعبير كبديل للمعاملات المالية التي نسعى دائما إلى ترشيدها وجعلها معاملات خادمة للاقتصاد ويعني مقنعة للزبائن إن صح التعبير؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يكتسى هذا التخصص في الحقيقة معاناة بالغة، حيث رأت الدولة توجهت بهذا التخصص وهذا التوجه نتاعها يصب يعني في إطار يعني تنشيط الاقتصاد بصفة عامة، تنشيط المالية العامة بصفة عامة، وكان فعلا هذا نسبة السوق منقسمة إلى سوقين، سوق منظم وسوق موازي. تحاول الدولة السوق المنظم هو في يدها ديما، السوق المنظم هو في يدها، السوق الموازي ديما فيه يعني نسبة كبيرة من الأموال يتداول خارج الإطار الرسمي. تحاول الدولة امتصاص يعني لا يمكن امتصاصها من الكتل الموالية التي موجهة أساسا في السوق الموازي، السوق غير المنظم إذا صح التعبير. الدولة تحاول توسع دائرة الاستثمارات من جلب الاستثمارات هذه المالية والنقود المتداولة خارج الإطار الرسمي صب تكون في الإطار الرسمي. بالتالي خلقت هذه الجهة المالية والصرافة الإسلامية حيث تحافظ على كل الاستثمارات الموجودة داخل الوطن، من توسيع استثمارات كاملة، استثمارات مالية واستثمارات علمية واستثمارات نقدية، تستهدف يعني بالدرجة الأولى شريحة يعني واسعة من الناس الذين يعني يتخوفون ويتحرضون على الفوائد الباطلة والربا، يعني أعطتهم وسيلة ويعني جهة يلجأونها إليها في إطار مالية والصرف الإسلامية البعيدة عن الربا وشبهة الربا والاكتناز إلى غير ذلك والتجارة بالديون وإلى غير ذلك. إذن هذا التوجه يعني توجه صائب، نراه صائبا وتخصص مهم جدا خاصة في الدول. خاصة في حي يقول حتى نقول سيدي سهل بقى. في 2018 في إطار الصيغة التشاركية في 2018، وبعد ذلك في إطار الصيغة الإسلامية في 2020، وحتى بداية الدولة في 2020 هذه الصيغة الإسلامية في إطار ما تدور موسوعة حقيقة يعني قانونية وحقيقة يعني مادية وكذلك في إطار يعني خلق قانون إسلامي بحت يعني تعنى باقتصاد حقيقي وليس اقتصاد وهمي مبني على قواعد تداولية. شكرا لكم أستاذ طالب عادل مؤمن، طالب ماستر المالية والصرف الإسلامية بكلية الاقتصاد بجامعة عنبة. طبعا الحديث معك طالبة شهب دلال، تخصص مالية وصرف إسلامية كذلك، وأنت عاملة بالقطاع البنكي. أعتقد أن هذا القطاع، قطاع الصرف الإسلامية، أصبح يستقطب يوم بعد آخر
العديد من الزبائن بنظر للخدمات التي توفرها البنوك وبنظر لخصوصية هذا يعني التوجه الذي تدعمه الدولة. برأيك يعني ما مدى يعني أهمية هذا يعني المجال مجال الصرف الإسلامية يعني في تنظيم الاقتصاد الوطني؟ قضية الصرف الإسلامية هي في بداية نشوء هذا القطاع كان ضرورة ملحة لوضع قائم 2020 بإصدار النظام 2020، لكن مع الوقت أصبح ضرورة وأصبح حل لشريحة واسعة متعطشة لهذا النوع من التمويل. إحنا كما لا يخفى على أحد أنه الشعب الجزائري عنده تأصيل ديني وتوجه ديني معين يخليه يتعفف أو يخليه لا يلجأ إلى التمويل في البنوك التقليدية، حتى إن كان توجه في البنوك التقليدية راح يكون توجه اضطراري في غالب الأحيان. إضافة إلى هذا، البدائل اللي تقدمها الصرف الإسلامية هي بدائل تقوم على أساس المشاركة، يعني المشاركة في الأرباح والخسائر، هذا يخلي المتعامل أو المستثمر مطمئن إلى أنه الاستثمار اللي راح يدخل فيه راح يكون في أيادي آمنة. إضافة إلى ذلك، سياق التمويل متعددة كبديل للتمويل التقليدي في المصارف الإسلامية أو النوافذ الإسلامية أو الوكالات المستقلة الإسلامية راح يكون هناك صيغ متعددة، راح تكون صيغ متعددة اللي راح تنشط عدة قطاعات على عدة مستويات، راح نشط مثلا القطاع الزراعي على مستوى صيغة المساقات للزراعة، نشط القطاع الصناعي على أساس صيغة المشاركة أو الاستثمار الموازي، راح نشط عدة قطاعات عن طريق بدائل تمويلية لتعويض التمويل التقليدي. كتخصص ولا كتوجه تاع دولة مازال في المرحلة الجنينية، لكن الإحصائيات اللي وصلنا لها في غضون 3 سنوات 4 سنوات مثلا معاش تبعت على التفاؤل بمستقبل واعد لهذا النوع من الصناعة. شكرا لك طالبة شيرك دلال تخصص مالية وصناعة الإسلامية وعلى تعرفتي. طبعا الحديث عن الجامعة اليوم التي انخرطت بقوة في هذا الميدان من أجل يعني هاي سيسا جدني ماماك شربت ببرونة كاملة قاعد تخطوط رفلها شربتها دروك شوي بها ما قلت شياسة لما كان يخليتها في الباطة بعد خجلت شوية بعد بس حد ببرونة محسوب شربتها كاملة غير قطرة برد خليت هاي بلا مزية ربي عايش الساعة هاي الموضوع استثمار في هذا التخصص من ناحية تكوين الإطارات وجعله يعني ينجح على المغرب. بما انه وزارة التعليم العالي دعمت المؤسسات الناشئة طلبتنا في هذا التخصص كبير في المشاريع او المؤسسات الناشئة في هذا التخصص منها
مثلا عندنا فنادق حلال، عندنا ايضا منصات زكاة، عندنا حول جميلة تكون قبل الوقت حول هذه كامل، يعني راح تدعم هذا التوجه وفي نفس الوقت راح توفر منصة شغل ان شاء الله تخدم الدنيا في الاسلامية. وادي مريم مسؤولة تخصص الليسانس، نبي الحديث عن الجانب يعني الأكاديمي، على ماذا تركز ويركز تماما الطلبة في هذا التخصص خاصة في المرحلة الأولى من الليسانس؟ تخصص الليسانس الإسلامية لا جدا بحسب الاختلاف او حسب الاطار سواء كان اطار القانون
الأساس تكون هذه قاعدة معرفة أكاديمية بعد تلجأ إلى قاعدة تطبيقية حتى تعملها بكل جوانب هذا التخصص. بالحديث عن هذه النقطة أعتقد أنه فيه شراكة بين الجامعات والمؤسسات المصرفية يعني تعزيز يعني المكتسبات الأكاديمية البيداغوجية إلى يعني الواقع العملي. الأستاذة أو طالبة شهد دلال تخصص مالية وسيادة إسلامية وعاملة بالقطاع البنكي، يعني طبعا هذا التوجه نحو التكوين في التخصص على مستوى الجامعات من شأنه أن يعزز من قدرات العمل لدى إطارات ويعني العاملين بالقطاعات المصرفية والبنكية. بداية هو لازم نعرفوا نقطة أن معظم الكادر الوظيفي بالنسبة للنوافذ الإسلامية والوكالات المستقلة عن البنوك الوطنية أو بالنسبة للمصارف الإسلامية المتواجدة على الساحة الوطنية هو كادر تم سحبه من البنوك التقليدية أساسية. هو عنده الدراية والكفاية التقنية والعلمية في مجال البنوك، ولكن التأصيل الأكاديمي بالنسبة للصرافة الإسلامية يبقى ناقص. التأصيل الأكاديمي هو ناقص، أنت ما تقدرش تواجه المتعامل تاعك لأنه المتعامل عنده مستوى عالي جدا من الكفاءة. أصلا المتعامل أول نقطة ليركز عليها كثيرا هي الصياغة، صياغة التمويل في هذه المصارف إلى البنوك الإسلامية، صياغة متوافقة مع الشريعة الإسلامية غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية. لما يكونش عندك انت تأصيل أكاديمي كسبته ما تكونش عندك قاعدة صلبة تقدرش تجاوب على جميع أسئلة المتعاملين بغض النظر عن نوع المتعامل. عدم القدرة على الإجابة على أسئلة المتعاملين راح يفقدك شريحة كبيرة بسبب فقدان الثقة، لأنه أساس التعامل بين المصرف ولا بين البنك والمتعامل هي الثقة. أنت ما قدرتش توصل له الفكرة كما يجب أن تكون الفكرة وتقنعه بسلامة المعاملات الشرعية تاعك، ممكن انت راح تفقد المتعامل، المتعامل راح تفقد معك 10 متعاملين او 20 متعامل بالمحصلة. هذا ايضا راح يجرح صورة المصارف الاسلامية او النوافذ الاسلامية او البنوك الاسلامية، راح يخلينا في يحطنا امام صعوبة استقطاب كتلة نقدية خارج النظام البنكي. كاين لبس كبير في المفاهيم ما بين المتعاملين كمتعاملين، كاين لبس كبير في المفاهيم مع عند الكادر الوظيفي على اعتبار التأسيس الأكاديمي تاعه تأسيس ضعيف. دونك مثلا احنا المتعاملين كيجيو للنافذة الإسلامية ولا بنك إسلامي ولا يعرفوا فقط صيغة المرابحة، الوغ كاينة صيغ كثيرة. المتعاملين نسميو مضاربة مرابحة، نسميو إيجار متهيب التمليك مرابحة. دونك كاين لبس كبير في المفاهيم. تعود انت كموظف ما عندكش تأصيل أكاديمي، ما عندكش ما راحش تقدر توضح هذا هذه المفاهيم، وما راحش تقدر تستقطب المتعاملين بالشكل الذي يجب أن يكون. نعم، شكرا لك أستاذة وادي طالبة شهد دلال عفوا. طبعا الحديث عن هذا التخصص دائما في ضمن يعني الجامعة يجعلنا نتحدث الأستاذة بارا سهيلة مسؤولة تخصص ماستر تعليمي مالية وصرافة إسلامية بكلية الاقتصاد جامعة عنابة، يتحدث يعني عن الشراكة ما بين الجامعة والمؤسسات المالية المصرفية، طبيعة هذه الشراكة، وربما كما تحدثت الطالبة شهد دلال يعني هناك كادر بشري لديه تكوين معين في البنوك التقليدية قبل يعني الولوج إلى هذه النوافذ الإسلامية، ويتطلب تكوين أكاديمي من أجل عملية الإقناع. ونحن نتحدث هنا عن إقناع المتعامل ليس من قبيل أنه الفوز بزادون، ولكن من قبيل يعني تحديد المفاهيم وتوضيح الرؤية حتى يكون الإنسان على بينة من أمره في هذا الاختيار. يعني في الحقيقة احنا عندما فتحنا هذا التخصص كانت عندنا شراكة مع بنك إسلامي. هذا البنك دعمنا كثير لأن طلبة تاعنا يديروا طلبات في
تعطينا معلومات العمال اللي كده في المدرسة عندنا. هذه ضرورة يعني التخصص في نفس الوقت ودعم الكادر البشري في هذا القلب. وكذلك يعني أصبحت خدمة طلبة للمدرسة المدرسة الحلقة البنوك الإسلامية لشركة التأمين. أيضا الفروع بنوك منها فرع سيبيا منها يعني الشبابيك الإسلامية جاءوا الطلبة فكرة على مجال العمل والميدان. وأيضا جاءنا المختصين الكلية وداروا يعني محاضرات للطلبة. يعني إحنا دائما على تواصل مع الميدان نحاولوا من خلال هذه العلاقات وهذا التواصل لأننا نعرف ما هو جديد لأنه ما يكفيش الجانب الأكاديمي فقط. لازم الأكاديمي إضافة إلى مجال أو الميدان يعرفوا الطلبة ما هو جديد في العمل لأنه إحنا يعني نوعا ما في الجزائر مازال عنده صعوبة في يرب القارة لكن بدول أخرى اللي ماشية في هذا المجال يحاول توصل إلى تقديم بنوك إسلامية رسمية عن طريق تطبيقات عن طريق توفر خدمات للزبائن بكل سهولة بكل أريحية. يعني بيجاوبنا يعني عندهم فكرة متطورة جدا على كلمة الإسلام ربي سهل لك الأستاذة برا سهيلة. أستاذة ولي مريم في الإضافة في هذا السياق أعتقد بالنسبة للتخصص اللي هي المصارفة الإسلامية إحنا الجامعة بشاركة مع مؤسسة اللي هي المؤسسة الإسلامية. هذه المؤسسة الحنكية الإسلامية ساعدتنا في أنه تقيم علاقات وتفتح تربصات للطلبة. هذه التربصات تم على مستوى البنوك وهناك ندوات تتم على مستوى الجامعات ونستدعي مسؤولين في البنوك الإسلامية وموظفين على مستوى الشركات الإسلامية. من خلال هذه الندوات واللقاءات يفتح النقاش ما بين الطلبة اللي يتلقاو في معلومات نظرية أكاديمية وما بين الموظفين اللي يطبقوا في صيغة التمويل الإسلامي. وعلى هذه الأساس يتم النقاش توضيح بعض النقاط اللي تختلف بين النظري ومدينة التطبيقي، إلقاء الضوء على كيفية تطبيق صيغة التمويل الإسلامي والاختلاف ما بين بنك وبنك وما بين نافذة إسلامية ونافذة إسلامية أخرى. يعني حتى البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية المفاهيم عند التطبيق هناك بعض النقاط اللي تختلف. وإحنا كأكاديميين رانا نحاولوا نعالجوا بعض النقاط وبعض الاختلافات ونحاولوا نوجهه لأنه حتى المواطنين العاديين صراحة يبحثوا عن الثقة في البنوك الإسلامية. يعني ما كان شك أنه المواطن الجزائري ماذا به يلجأ للتمويل الإسلامي. يعني هناك شريحة كبيرة تبحث عن تمويل العقارات تمويل السيارات ويبحث غير على الفتوى أنه هذا حلال. وإحنا في هذا التوجه نبحثوا على أنه نوجد الثقة في تطبيقات صيغ التمويل الإسلامي. هذا كيف ما يحدث أيضا من خلال تكوين الكوادر والموارد البشرية اللي عندها قاعدة أكاديمية وتروح تعمل إن شاء الله في النوافذ الإسلامية والبنوك الإسلامية وهي متمكنة من الجانب الفقهي والجانب الأكاديمي للتخصص. يعني هذا التخصص هو تخصص جديد نحن من هذا المنظر نوجهه يعني نحاول نوعيه الطلبة إنه هذا التخصص مهم جدا في هذا لأنه الطالب يجد نفسه أمام مجموعة من الخيارات يلقى نفسه صعب الاختيار ويحاول ديما إنه يروح إلى التخصص المرن يخليه يعمل في معظم المؤسسات ولا التوجه وين راحوا أغلب الطلبة. في حين إنه الاختيار الصائب هو إني نبحث عن التخصص المطلوب في سوق العمل. وصراحة أنا نشوف التخصص مالية وصرفة إسلامية هو الآفاق المطلوب في سوق العمل مستقبلا لأنه كما البنك الوطني الجزائري توجه نحو فتح وكالة مستقلة لصرفة إسلامية. يعني ما كناش نحكي على نوافذ إسلامية وهذا يظهر أهمية الموارد البشرية المؤهلة من حقها مستقبلا لأنه صحيح استطعنا انه نجذب رقم كبير من الودائع ولكن الاهم كيفية استخدام هذه الودائع واستثمارها في الانتاجات الحقيقية باش نحصد الثمار تاع الصيرفة الاسلامية وما
مش رجع غير للاستهلاك، ونفقدوا قيمة هذه الودائع اللي تم سحبها من السوق الموازي وتوظيفها أحسن توظيف إن شاء الله. شكرا لك الأستاذة مريم والي، وأنا أردت أن عطفا على كلامك أردت أن أسأل طالب عادل مؤمن عن يعني تحدثت يعني الاختلافات ما بين ربما البنوك التي تعتمد هذه الآلية في التمويل، يعني هناك يعني هيئات رقابية تشرف كذلك على مراقبة أو على مرافقة هذه المؤسسات من أجل يعني ضبط يعني مجال عملها وفق القوانين التي تعتمدها الدولة. نذكر مثلا المجلس الإسلامي الأعلى الذي لديه يعني أهمية كبرى في هذا المجال، وكان تحدث عن ضرورة المزيد من تقوية هذا النمط البديل من التمويل في الجزائر، لا سيما من خلال تطوير الإطار التشريعي للصكوك الإسلامية. عندما نتحدث عن الإطار التشريعي يعني من أجل يعني ضبط متغيرات يعني هذه الآلية، آلية الصكوك الإسلامية أكثر. طالب عادل مؤمن، فيه كذلك مجال مهم يرتبط بهذا النمط من التمويل، ألا وهو قطاع الأوقاف والزكاة. أعتقد أن هذا القطاع يعني في خضم هذا التوجه سيجد يعني مجال أوسع وأرحب لتنظيم يعني مجال الأوقاف والزكاة اللي هي أصبحت من الميادين المهمة في تنظيم يعني مال الجزائريين إن صح التعبير، والمال بصفة عامة. قطاع الأوقاف والزكاة من القطاعات المهمة جدا، القطاعات التي يعني تكتسي أهمية من حيث إيرادات إضافية التي تسعى الدولة إلى الوصول إليها، في يعني على خلاف القطاعات الأخرى، القطاع العام والقطاع الخاص. هذا يشكل إذا صح التعبير القطاع الثالث، نحن نسميه القطاع الثالث. القطاع الثالث ما هو قطاع الخدمات، هو قطاع الأوقاف والزكاة وقطاع التبرعات بصفة عامة. هذا يعني القطاع الثالث الذي تسعى الدولة كذلك للاهتمام به، تعطى الدولة الاهتمام به من خلال عدة تشريعات وقوانين استلمتها منذ تقريبا يعني سنة 1984 في إطار قانون الأسرة الجزائري. أعطى الدولة أهمية بالغة للأوقاف في إطار قانون الأسرة الصادر في 1984، ولذلك الحين الدولة عندها توجه متاع الأوقاف، وبعد الزكاة جاءت من بعد الأوقاف، يعني أعطتها صيغة وأهمية كبرى من خلال قانون الأسرة السنة الصادفة في 1984. ثم أصدرت الدولة قانون خاص للأوقاف، وقانون 91 الصادفة في أبريل 1991. بعد ذلك أعطت مراسيم تكريمية في 1991. أخويا أروان كنت بك معايا، مراسيم تكريمية من قانون الأوقاف الأصلي الصادفة في 1991. لا باس، عيد مبارك الحاج. عيد مبارك، عيد مبارك. عندك العكاز الحاج؟ لا ما تخافش، سيح لي القهوه. لا انا من قرب. هاجي خلني نعاود قاعد دبه اخي. والله الحمد لله عيدت مليح، الحمد لله. نعم يا رب يا ولدي. انا شوف زواري انا حقروها. ها اللي حقروها؟ لا انا خليني منك انت. يا ودنيا دي كل ورا كيف حال؟ لا معليش، كان طلع وكان هابط. لا كان ماني نعطي قويرو. يا رب يحفظك والله عندي. بوي مشي وحيده وحيده. اني ذا هريت. لا خدي عندي. شكون يعدي؟ هذا مولد لاباس اخي. والله الحمد لله عيلته مليح. والله بيارك دراني اللي عزوز جبته المقروض، جبته وكلش. ما دمنا انا مقروض لا والو، عيدنا وفراس. انا هالوقت يمنا بركه وسامحني. يا الحاج نكسر بخاوه من عندي. عايشك والله والو. اديني دواء ملحة. بركه الحاج، بركه الله ان شاء الله تربح. عايشك، اديني دواء الخير. عايشك.
ان شاء الله ان شاء الله الدنيا طويله الحاج ان شاء الله. لكن حدا تعب الحاج تعب بكراحه تعب كراحة الحاج. مليار كيف يا ربو ويشوف. قولوا يا ربو يا نبت ترتاح. هاي سلام عليك. هاي سيبو هاي. هي الحاج ربي سهل. عايش. لا حساء ساعة داوة خير. نعمة كبيرة وشو بيها. الحمد لله. أنا أجرب حتى هنا فاز ربع ايات هنا زين في المباراه.